تحت عنوان ما هو التنوير؟ كتب الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت أحد أعظم فلاسفة العصر الحديث مقالا في مجلة برلين الشهرية عام 1784، أي منذ أكثر من 300 عام، ليجيب عن قضية شغلت العقول في ذلك العصر، وهي قضية تحديد معنى التنوير ومفهومه والدفاع عن القضية الأساسية التي عاش لها عصر التنوير كله، ودعا إليها مفكروه وأدباؤه وعلماؤه ومصلحوه، وهي قضية حرية الإنسان وتفكيره المستقل الخالص من كل قيد، بجانب الإيمان بانتصار العلم والإعلاء من قيمة العقل النقدي الحر الذي بنى المذاهب الفلسفية الشامخة والنظم العلمية البعيدة عن ظلمات الخرافة والجهالة والخوف والاستعباد. يقول كانت: التنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذي اقترفه في حق نفسه، وهذا القصور هو عجزه عن استخدام عقله إلا بتوجيه من إنسان آخر، وليس ذلك بسبب افتقار إلى العقل، وإنما لنقص العزم والشجاعة المحفزين على استخدام العقل بغير توجيه من إنسان آخر. إن الكسل والجبن هما علة رضاء طائفة كبيرة من الناس بأن يبقوا طوال حياتهم عاجزين عن التفكير، ويبدو الأمر وكأن كل واحد منهم يقول لنفسه: إن الوصاية علي مريحة، وما دمت أجد الكاتب الذي يفكر لي، والراعي الروحي الذي يغني ضميره عن ضميري، والطبيب الذي يقرر أي نوع من الطعام الصحي الذي أتناوله، فما حاجتي لأن أجهد نفسي. لكن الحل كما يقول كانت: لتكن لديك الشجاعة لاستخدام عقلك، هذا هو شعار التنوير. أهلا بكم في أطياف. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. مرت علينا بالأمس ذكرى 5 يونيو، يوم النكسة، اليوم اللي احتلت فيه إسرائيل العدو الصهيوني أرض سيناء الحبيبة وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان السورية، النقطة السوداء الثانية في تاريخ العرب الحديث بعد يوم النكبة عام 1948. ولكن وبقدر الألام التي تسبب فيها هذا اليوم لمصر لشعبنا الحبيب، كان أيضا يوم الاستفاقة وإعادة البناء والإصرار على استعادة الأرض، وكان الإصرار على رد الاعتبار مهما كان الثمن، وهو ما حدث طوال أيام حرب الاستنزاف الألف التي كبدنا خلالها العدو خسائر كبيرة، أكبر خسائر في تاريخه. كانت حرب الاستنزاف ضرورة لا بد منها، لأنها كانت مقدمة للنصر العظيم فيما بعد، ولأنها حددت العلاقة بين الجندي المصري وبين سلاحه وبين جيشه، وأكدت وأعادت ثقته في نفسه وفي سلاحه. تضمنت حرب الاستنزاف 3 مراحل رئيسية، هي مرحلة الصمود، ثم مرحلة المواجهة والدفاع، وأخيرا مرحلة الردع والحسم. ونجحت مصر خلال تلك الفترة في استكمال بناء منظومة الدفاع الجوي المصري، وتحريك حائط صواريخ الدفاع الجوي إلى أقرب حافة للضفة الغربية للقناة.
وتنفيذا لعدة عمليات عسكرية قام بها الجنود المصريين لعبور الشاطئ الشرقي للقناة داخل عمق سيناء، كما أعادت بناء قواتها الجوية وأعادت تنظيم وتجديد وتحديث القوات المسلحة، فانتهت الحرب بانتصار مصر المدوي في عام 1973 والتي استعدنا بفضلها الأرض كاملة. وفي يوم 5 يونيو عام 1975 أعيد افتتاح القناة للملاحة العالمية، واليوم ورغم مرور 57 عام على هذا اليوم ما زال الصهاينة يحتلون الأرض الفلسطينية، ولكن ما زال شعبها الأبي يقاوم على هذه الأرض، ما زال الفلسطينيون يقاومون ويحاولون بكل السبل والوسائل. والحقيقة محتاجين نقاوم دايما أعداء ما زالوا موجودين في حياتنا، أعداء موجودين في الواقع في الحياة متربصين بينا، ولازم نقاومهم علشان نقضي عليهم. وأهم هؤلاء الأعداء قوى الجهل والظلام وكل اللي بيفكر إنه يأخرنا ويشدنا لورا. وأهم سلاح لده لازم نتسلح بيه هو التنوير. التنوير مش معناه بس تجديد الخطاب الديني أو وجود تيار فكري أو فلسفي، إنما يكون المفروض إن هو يكون منهج كامل للحياة في كل مناحيها. والتأسيس له لازم يكون عن طريق المناهج التعليمية والفن والثقافة، وبالتأكيد كل الأنشطة اللي بتقوم بيها بعض مؤسساتنا الثقافية وعلى رأسها مكتبة الأسكندرية، كل ده بيساهم بقدر كبير في تهيئة الجو لكل الأفكار التنويرية. ومن أحدث مشاريع مكتبة الأسكندرية في هذا الإطار تنظيمها مؤخرا لحفلات أوبرا أورفيو ويورديتشي للمؤلف الألماني كريستوف جلوك بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني على مدار 3 أيام. وتعد هذه الأوبرا من أبرز الأوبرات التي قدمت في عصر الباروك المتأخر، وبتتناول أسطورة يونانية قديمة. هذا المشروع بيسعى لتقديم فن الأوبرا في أفضل صورة لجمهور مدينة الأسكندرية، بالإضافة إلى كونه مشروع ثقافي تعليمي متميز بيدمج مغني الأوبرا المهنيين والمحترفين مع طلبة الغناء الأوبرالي من شباب مدينة الأسكندرية، وبمشاركة من فصل الباليه التابع لمدرسة الفنون بالمكتبة. مركز الفنون التابع لمكتبة الأسكندرية بيهتم بإدراج الطلبة المشاركين في مثل هذه التجارب الفنية اللي بتهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وتشكيل جيل واعي متذوق للفن. العروض اتقدمت بقيادة المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي لأوركسترا مكتبة الأسكندرية بمصاحبة أوركسترا وكورال مكتبة الأسكندرية والباليه، واللي بيسعدنا يكون معانا على الهاتف. مايسترو ناير، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك، أشكرك جدا. إحنا سعداء بوجود حضرتك معانا وسعداء بهذه الاحتفالية وتقديم الأوبرا العالمية في مكتبة الأسكندرية، أوبرا أورفيو يورديتشي للمؤلف الألماني جالك. طبعا يعني احنا بنبقى سعد الحقيقة ان في اسكندرية بنقدر، اسكندرية طول عمرها مدينة ثقافية كبرى، مدينة كوزموبوليتانية يعني بتجمع ثقافات بلاد كتير بالذات دول يعني جنوب البحر المتوسط، وان احنا نعمل اوبرا قايمة على اسطورة يونانية ده برضو فيها من جو اسكندرية ومن الوقت ده طبعا. لا. يعني أورفيو يورديتشي هي الاوبرا الثالثة اللي احنا بنقدمها على مدى ال3 مواسم اللي فاتوا. قدمنا اوبرا كارمن وقدمنا اوبرا دون جوفاني، والسنه دي جه دور هذه الاوبرا اللي يمكن ما اتعرضتش في اسكندريه قبل كده، يمكن من زمان جدا يعني. فساعدنا الحقيقه بالجمهور الغفير اللي شرفنا، ويعني نتمنى ان احنا طبعا نشوف الجمهور في اسكندريه دايما في كل حفلات دايما ما يسروا. راي حضرتك في اهميه تقديم هذا النوع من الفنون وتعويد المواطن المصري والمواطن العربي كمان اللي بيبقى موجود في مكتبه الاسكندريه وفي مدينه الاسكندريه في الصيف، ايه اهميه ده في رفع الوعي وتاكيد الدور الحضاري لمصر؟ الحقيقه الفنون الرفيعه بشكل عام يعني انا بعتبرها هي الصمغ اللي بيربط اطياف المجتمع في بعض. للاسف الفتره اللي فاتت بقى لنا فتره دايما بنميل الى ما هو الانترتينمنت او الترفيه، والترفيه مختلف عن الثقافه الحقيقه،
والترفيه هو زي ما بنقول زي الوجبات الجاهزة، لكن الثقافة هي زي أكل البيت. فطبعا الغذاء الروحي والغذاء الفكري قايم على الفنون الرفيعة، في فنون الأوبرا والباليه والموسيقى والفن التشكيلي والمعارض والندوات. يعني تواجد هذه الأنواع من الفنون الجادة بيرفع من قيمة المستوى الفكري والتعليمي للمواطن، وبيربط الأطياف المجتمع كله في بعضه، فتلاقي مجتمع متماسك غير المجتمع الغير مهتم بالفنون الرفيعة. مايسترو، عايزين يعني حضرتك تكلمنا أكتر عن المشروع الثقافي التعليمي اللي بيتم فيه دمج مغني الأوبرا المهنيين والمحترفين مع الطلبة، وإزاي ده ممكن يولد جيل من المحترفين والفنانين المصريين الشباب. طيب، هو ده طبعا الموضوع الاساسي من موضوع تقديم الاوبرات من ساعه ما قدمنا اوبرا كارمن من 3 سنين. من اول ما مسكت اوركسترا مكتبه اسكندريه حسيت انه يمكن كان بيكون بيتقدم موسيقى كلاسيكيه بشكل جيد، لكن كان في دايما يعني تقديم الاوبرا كان في دايما قله وندره، بالذات لان ما فيش جيل من دارسي الغناء الاوبرالي في اسكندريه. فابتدينا نشتغل على الموضوع ده بشكل جاد جدا، وكل أوبرا كنا بنقدمها كنت بهتم جدا أن يكون في عروض مهنية بفنانين عالميين وفنانين مهنيين، لكن جنبهم كمان جيل شاب من مدينة الإسكندرية. دلوقتي وبعد دي الأوبرا الثالثة، مش هقدر أشرح قد إيه في اهتمام من الجيل ده، لأنه لقى فرصة أنه هيطلع على المسرح وهيغني اوبرا، ابتدوا ينموا نفسهم ويستثمروا في نفسهم ويسافروا ياخدوا كورسات بره، ويسافروا يروحوا القاهره ياخدوا كورسات في الاوبرا وياخدوا كورسات مع اساتذه كبار. ويعني حصل اهتمام في حقيقي بموضوع دراسه الغناء الاوبرالي. وانا مش بس بنقدم الاوبرا في شكلها المهني للجمهور، لكن كمان في عمود مهم جدا هو الجيل القادم. مايسترو ناير ناجي، احنا بنهني حضرتك على هذه التجربة وبندعمها، وبالتأكيد كل الدولة المصرية تقف خلف هذا الأمر، واحنا بنشكر حضرتك على هذه التجربة اللي نتمنى أنها تتكرر كل سنة وتكون فيها فايدة لشباب مصر كلهم. إن شاء الله. أشكرك جدا على الاهتمام وعلى المداخلة، شكرا جزيلا. مشاهدينا، الحقيقة أن العالم الإسلامي كان له دور في تاريخ الفكر التنويري، حيث قام عدد كبير من المفكرين والعلماء زي ابن رشد وابن سينا بدراسة الآثار الإغريقية الفلسفية وتطويرها من خلال تقديم ترجمات لهذه الأعمال العظيمة. وبعد ترجمات ابن رشد وما قدمه من تفسيرات وشروح لأرسطو، تم تقديم هذه الأفكار إلى أوروبا، واستطاعت أوروبا من خلالها أنها تتبنى النقد العقلاني والعقل السليم فيما يخص الأطروحات الفلسفية، وبدأت الجامعات الأوروبية التبين والاعتماد على هذه الدروس وهذه الفلسفات ذات الأصل الإسلامي، وتبنت هذه الرؤية مما أدى إلى تقدم المجتمع الأوروبي. وفي حلقة النهاردة هنفرد مساحة خاصة لابن رشد والمفكر المصري نصر حامد أبو زيد، وهم أبطال أحدث روايات ضيف حلقتنا النهاردة الروائي إبراهيم فرغلي بيت من زخرف عشيقة ابن رشد. خلونا نخرج فاصل ونرجع بعده للقاء ضيف حلقتنا النهاردة اللي هنتكلم معاه عن مشواره الأدبي، ولينا حديث مطول عن الإبداع والهوية والتنوير. إبراهيم فرغلي، الروائي الباحث عن العقل الباطن. ولد إبراهيم فرغلي في سبتمبر من عام 1967 في مدينة المنصورة في قلب الدلتا من أبوين محبين للآداب، فعاش طفولته في القراءة ومع كتب، وأخذ يصنع أساطير صغيرة ويرويها لنفسه، فهو كما يقول صديق جيد جدا لنفسه ويستمتع بصحبة ذاته تماما. وفي وقت لاحق عرفه والده على نجيب محفوظ فتأثر به كثيرا، كما تأثرت حياته الشخصية والأدبية كثيرا بأمه. عاش فرغلي جزءا من طفولته في سلطنة عمان، وعاد إليها في الثمانينات حيث حصل من مسقط على الثانوية العامة،
ثم عاد إلي من جديد شابا حين عمل صحفيا في مسقط لمدة 3 سنوات. في التسعينات لم تكن سلطنة عمان وليت إبراهيم الوحيدة في طفولته وشبابه، بل قضى جزءا منهما في دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أن يعود إلى مصر ويحصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة المنصورة عام 1992. ورغم دراسته إدارة الأعمال فإن الكتابة كانت لها السيطرة على رأس ومستقبل إبراهيم فرغاف، فعمل صحفيا في سلطنة عمان وفي مجلة روز يوسف ثم جريدة الأهرام ومجلة الأهرام العربي قبل أن يتوجه إلى الخليج من جديد، ولكن هذه المرة في دولة جديدة وهي دولة الكويت حيث يعمل بها منذ سنوات. استغل إبراهيم سنوات غربته وهو الذي لم يشعر بها قط بما يقول في إنتاج أعماله الأدبية المتعددة ما بين الروايات والمجموعات القصصية التي استهلها باتجاه المآقي، فرواية كهف الفراشات وأشباح الحواس ثم ابتسامات القديسين وجنية في القارورة فأبناء الجبلاوي الفائزة بجائزة ساويرس عام 2012 ومعبد أنامل الحرير 2015 الفائزة بجائزة ساويرس عام 2017 والتي رشحت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2016 ثم مغامرة في مدينة الموتى ومصاصو الحبر التي رشحت للفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب ومدينة الأقلام السحرية الموجهة للأطفال والناشئة وتبعها برواية قارئة القطار وأخيرا رواية بيت ابن زخرف وعشيقة ابن رشد. ترجمت بعض أعماله الأدبية والقصصية إلى الإنجليزية والفرنسية والدنماركية والألمانية. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية في برنامج اطياف، وبيسعدنا يكون معانا الكاتب الروائي ابراهيم فرغلي. ابراهيم اهلا بيك والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا يعني انا سعيده باستضافتك في برنامج اطياف وانت صديق عزيز. طبعا انا يعني طبعا صداقه قديمه وانت صديقه عزيزه جدا كمان، واشكركم على الاستضافه يعني شكرا جزيلا. الحقيقه ان انا يعني الى جانب ان انا اقول لك الحمد لله على السلامه في زيارتك القصيره لمصر من الكويت، كمان عايزه أهنيك وأقول لك مبروك على رواية بيت من زخرف والعنوان الفرعي عشيقة ابن رشد. الله يبارك فيك. يعني هذه رواية بقدر ما يبدو غلافها مبهج بقدر ما تحوي أفكار وتأويلات وإشكاليات يعني تمس المجتمع المصري وتمس لحظته الراهنة في محاولته لمناقشة قضايا التنوير. صحيح. بيت من زخرف، خلينا نبتدي الأول مع المشاهدين ونحاول نوضح لهم ونفصل لهم بعض العنوان ونقول يعني الملامح الرئيسية في الرواية. إيه المقصود ببيت من زخرف؟ طبعا بيت من زخرف هي بيت من زخرف جزء من آية قرآنية، لكن أنا طبعا ما كنتش عاوز أحط اسم ابن رشد في العنوان لأنه برضو أنا كنت يعني متصور ان الكتاب او الروايه سيره مثيره لافكار ابن رشد اكثر. نعم. منها سيره يعني كانك خشيت ان هو يكون كتاب فكري، يعني يظن القارئ ان بالزبط. هو كتاب فكري اذا وضعت اسم ابن رشد عليه بالظبط، او انه حتى سيره لابن رشد فقط، لان هو الروايه تتناول يعني حتى عالم معاصر بالاضافه للجزء التاريخي عن ابن رشد. فشفت في بيت من زخرف كمان لانه هو الفكره الاساسيه الخاصه بانه اللبنه الساخه اللي في زمن ابن رشد قررت وحده الميثات ومفترض يعني قررت تروح تعيش معه في المنفى في اليوسانا. فهو ده قد يعني احد التاويلات انه ده البيت من زخرف الحياه مع ابن رشد في منفاه. طب خلينا نرجع لقبل كتابة الرواية وهسألك على الدوافع. يعني حضرتك بترى الآن أنه المجتمع فيه أفكار، هذه الأفكار يغلب عليها النواحي السلفية وكأن فكرة التنوير والمناداة بحرية العقل وحرية الخيال فيها قيود. صحيح. ما خفتش من طرح هذه الفكرة مرة أخرى وأن احنا ندخل في جدال ونقاش، خاصة مع وجود شخصية رئيسية هنا في هذه الرواية، شخصية يعني عانت من إيمانها بأفكار التنوير وهو المفكر نصر حميد أبو زيد. طبعا يعني شوفي، هو الفكرة الأساسية
اللي انبثقت منها الرواية كان ليه علاقة بمقال نشره باحث صديق اسمه وائل فاروق، أستاذ يعني الدراسات العربية في إيطاليا في ميلانو، عن ابن رشد. وكان في تناول، أنا طبعا في الوقت ده يعني عندي الأفكار النمطية العادية الشائعة عن ابن رشد باعتباره رمز يعني للعقلانية والتنوير، لكن يعني وائل كان بيتناوله من زوايا إنه هو ما يعني ما يعني مش إنسانية، لا يعني إن هو ما قدمش ما يعني قد يكون مفيدا في الوقت الراهن. وأنا يعني أخذت فقرات وقلتها على تويتر، ف أصدقاء مغاربة من اللي هم متخصصين في يعني في الأدب الأندلسي في ابن رشد يعني كانوا استهجنوا الأمر وقالوا يعني إنه لابد من التناول بجد. المهم بدأت أفكر في الموضوع لغاية ما حصل نقاش مع يعني حد مهتم بابن رشد، وبدأ يقنعني بالفكرة إنه ضرورة إنه يتكتب عن ابن رشد بشكل يليق بيه، إنه يتقدم فعلا بشكل جيد للناس. وأنا كنت مستصعب الفكرة في الأول، لكن قلت يعني تصديت ليها. تصديت ليها طبعا. خلال كتابة الرواية بالتأكيد اعتمدت على كم كبير من المصادر، يعني دوائر المعارف اللي مهتمة بابن رشد، وخاصة انه بنجد ان الاهتمام بابن رشد في اوروبا وفي العالم الغربي اكتر بكتير مما هو حدث في مصر وفي العالم العربي. صحيح. طبعا أنا يعني بدأت أتلمس طريقي لابن رشد تدريجيا. يعني المرجعية الأساسية للكتاب هو كتاب كتبه واحد فرنسي سنة 1850 اسمه أرنست رينان. ولما قريت العقاد اللي كتبه العقاد ومحمد لطفي جمعة لقيتهم كلهم راجعين لنفس المصدر ده. طبعا بدأت أشوف بقى المهتمين أكتر يعني المعاصرين أكتر لقيتهم في المغرب، وخصوصا الدكتور عابد الجابري، لأن هو مش بس يعني تحدث أو تناول سيرته بالتفصيل، لكن أعاد نشر كتبه الأساسية اللي هي المشهورة يعني وشرحها أيضا، فكان مهم. لكن الحقيقة بقى يعني بالنسبة لي أنا إعادة اكتشاف ابن رشد بالشكل البحثي اللي أنا كنت بدور عليه كان في بعض الكتابات الغربية خصوصا الفرنسيين. يعني في واحد اسمه أنريك أورفوا عمل كتاب اسمه ابن رشد محنة مثقف مسلم، ده طبعا كتاب في منتهى الأهمية ليه يعني من حيث ان هو تناول كل حاجة العصر نظام التعليم السائد. يعني هو وضح في الكتاب الظروف اللي نشأ فيها والمحيطة بحياة ابن رشد. ابن رشد الأول، وبعدين مواصفاته الشكلية، وبعدين حركة تنقلاته، وبعدين خريطة بالأعمال اللي كتبها فين. يعني لما راح أشبيلية كتب إيه، ولما رجع قرطبة عمل إيه. يعني كان فعلا تتبع بحثي طبعا ثرو مصادر تانية كتير جدا. بعد كل هذه القرون ما زال ابن رشد وهو أفكاره ما زالت تقلق المجتمعات العربية ليه؟ والله يعني حتى هو في زمن ابن رشد نفسه هو قدم نموذج لل 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 للحوار المنطقي العقلاني. يعني هو الشيخ الإمام الغزالي أو الغزالي توفي قبل مولد ابن رشد بعشرين سنة، لكن ابن رشد لما كبر وقرأ كتابه تهافت الفلاسفة قرر أنه يقدم يعني وثيقة في الحوار ومقارعة الفكر بالفكر، وعمل تهافت التهافت رد عليه، بس رد عليه بمعنى أنه العشرين بند اللي تناولهم رد عليهم واحد واحد، يعني ياخد الفقرة ويرد عليها بالمنطق والعقل وكذا. فكانت النتيجة أنه التيار السلفي والتيار المتشدد أثاروا بقى على ابن رشد، يعني على ابن رشد يعني تعرفي بنفس الطريق. فكانت النتيجة مع الأسف الشديد اللي هو يعني انتهى أثر ابن رشد، يعني مش بس أحرقت كتبه وتم نفيه، لكن يعني أثاره تقريبا شبه خلصت. وظل الأكثر كمان يعني مش بس اختفاء الأثر، لا هي شيطنة أفكاره. شيطنة أفكاره طبعا، وده الأكثر يعني الأكثر تأثيرا، وهو ده اللي أدى بالفعل لنفي هذه الأفكار بشكل كبير. بالضبط. وده اللي يعني ده الحاصل إلى اليوم. يعني أنت النهاردة بتقولي ابن رشد عند اي شاب من الشباب فيعني هو
هو الحقيقه لا يعرف ابن رشد ولا غير ابن رشد. نعم. هو سامع حاجه قالوا له، يعني هم قايلين له حاجه فهو مصدق الكلام ده بدون فحص وبدون كذا. طبعا ابن رشد كان فقيه يعني من الطراز الرفيع وحافظ للقران طبعا، وفكرته الاساسيه كانت التوفيق بين الحكمه والشريعه. يعني الشريعه انه شايف مفيش تعارض بين الباطن والظاهر، وبين الفلسفه والشريعه. نعم. الشريعه نفسها، لانه هو يشوف انه الاثنين هدفهم واحد، هو يعني سعاده الانسانيه وعمل الخير الى اخره. اهديت الروايه الى روح المفكر المصري نصر حامد ابو زيد. صحيح. وفي الروايه نفسها الشخصيه يعني الرئيسيه الباحث فيه كتير جدا من السمات اللي يعني من يعرف سيرة نصر حامد أبو زيد هيجد أن في كتير من التداخل. فإلى أي مدى يعني أولا إيه سبب الإهداء؟ وإحنا يعني نحب أن احنا نرد الاعتبار أو نشير بالتحية لفكر نصر حامد أبو زيد، وفي نفس الوقت نعرف الحدود ما بين التخيل والواقع، الواقع والتخيل في هذا النص. جميل. هو أنا يعني بعد ما مشيت مرحلة في الكتابة الأولى للمخطوط الرواية حسيت انه لازم يحصل جسر بين الماضي والمعاصر، يعني ان هو السؤال يعني استدعاء ابن رشد اصلا له علاقه اساسا بالراهن. نعم. يعني فحاولت اجد يعني اجد جسر بين المرحلتين، ولقيت في شخصيه نصر ابو زيد النموذج المثالي، لانه هو مشروعه كان مشروع شبيه، مشروع فكره المجاز والتاويل، وانه يعني تاويل النص هو عمل بشري بامتياز. النص مقدس لكن تأويله نعم وتفسيره نعم. يخضع للقدرات بشرية عقلية، يعني نقدر نتكلم معاها. وعنده تجارب مهمة في الموضوع ده، كتب يعني نقد الخطاب الديني وكذا. فقلت والله يمكن هو، بس ما حبيتش ان انا يعني استلهمت شخصيته، بس ما حبيتش اطابقها معاه، لانه انا برضو شفت ان هو رمز لاخرين من الذين تم قمع افكارهم في الثقافه العربيه، يعني زي من اول القرن علي عبد الرازق، و يعني وصولا لجيب محفوظ او فرج فوده او يعني غيرهم. هو ابن رشد يعتبر رمز لكل من يفكر في اتجاه مخالف ل يعني الاطار العام للتفكير حاليا، مظبوط. يعني الى حد ما اطار سلفي لا يعلي من قيمه العقل، مظبوط. بشكل كبير. صحيح. الى اي مدى يمكن للروايه، الى اي مدى يمكن للفن ان هو يقاوم الهجمات الظلاميه، يقاوم الفكر الظلامي ويعطي دفعه للتنوير في المجتمع؟ طبعا لمدى بعيد. هو طبعا تاثير المرئي والسينما والدراما وكذا اقوى بكتير من الادب، ومع ذلك يعني انا بتصور انه العمل الادبي يعني كلما زاد درجه صدقه كلما يعني زاد درجه او قدره وصوله على للناس. هل كان لديك بعض التخوف من رد الفعل على الروايه، ام انه يعني شعرت ان ده واجب لازم تقوم بيه بغض النظر عن النتيجه وكيفيه التلقي؟ لا يعني انا في الاخر يعني حتى اعمالي الادبيه الاخرى هي برضو اعمال مركبه شويه، ولا تحظى يعني قبول الذوق العام اللي هو بيحب الروايات يعني ماشيه كده، روايات الحكايه الحدوته الحبكه. فانا اصلا ابحث عن قارئ شويه هو يعني عاوز يتعب معايا وعاوز يفكر معايا، واعتقد ده مشروع مثالي لاي شخص عاوز يعني يفكر او يعيد تامل التاريخ او يعيد تامل الافكار النمطيه اللي هو يعني عايش عليها. فما لا ما عنديش تخوف. ما فيش تخوف. احنا بنثق في شجاعتك، واعتقد ان الحياه بشكل عام ومصر معتمده على شجاعه المفكريها وادبائها وكتابها. هنا دي يعني لا استطيع انه يتم تصنيفها انها روايه تاريخيه، لكن هي روايه يعني بتاخذ التاريخ تكئه لمناقشه افكار هي موجوده في صحيح. اللحظه دي طبعا. ده يخليني اسالك عن رأيك في الرواية التاريخية أو مفهومك للرواية، كيف تكون الرواية بنت عصرها ومعبر عن اللحظة الراهنة بالنسبة للكاتب؟ أيوه. هو طبعا يعني من اللافت الانتباه أنه بقى في روايات تاريخية كثيرة في الفترة الأخيرة، لكن الواحد يعني يشوف مثلا أنه مفيش استعادة حقيقية مثلا لنوع اللغة اللي كانت موجود. هو كده اختلاق لغة
تركيبها وتركيبها في زمن، يعني بيتم الحديث او النص نفسه بلغه معاصره جدا. معاصره بالظبط. الامر الثاني انه مش مفهوم سبب استدعاء التاريخ ده ليه. يعني انا يهمني النهارده في ايه؟ ما هو انا برضو اوكي في جزء معرفي له علاقه ان التاريخ بنعرفه، بس احنا لازم يبقى مفهوم ليه احنا بنستدعي هذا الجزء من التاريخ. انا بحس ان ده ناقص او مش موجود. وكانت محاولتي هنا انه ان يبقى الروايه فيها دليل على ان الروايه التاريخيه لابد ان تستدعى لسبب له علاقه بتجيب على اسئله لها علاقه بما نعيشه اليوم. انا عملت ده في قراءه القطار كمان قبل كل اعمالك الادبيه. احنا يعني في هذا الجزء اتكلمنا عن بيت من زخرف، لكن في الجزء الثاني من حوارنا هنتكلم عن بقيه اعمالك اللي فيها ايضا اشكاليات وفيها تماس مع الماضي وتماس اكبر مع لحظتنا الحاضره. اسمح لنا نواصل اللقاء ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد، وما زال منورنا في الاستوديو ضيفنا العزيز الكاتب الروائي ابراهيم فرغلي. ابراهيم، اتكلمنا في الجزء الاولاني عن روايه ابن رشد وفكره وافكار التنوير. هنا في الجزء الثاني عايز اكلمك عن الهويه. وبيلفت انتباهي اهتمامك في كتاباتك بشكل كبير بالهويه، وحتى يعني تجربتك الذاتيه والشخصيه. انت ولدت في عمان، في عمان، مدينة عمان. لا أنا يعني نشأت طفولتي كلها في عمان، سلطنة عمان. وتعيش الآن في الكويت. طيب. ولا تكف عن الكتابة عن المدن المصرية. هل هذه الكتابة وسيلة للقبض أو المحافظة على الهوية؟ وسيلة لأنت تكون دايما حاضر قدام نفسك؟ والله انا اعتقد انه يعني بشكل طبيعي انا مشغول باسئله تخص المجتمع المصري، لانه انا بعتقد انه المجتمع المصري مهما مر بصعوبات او كذا، بس هو مؤشر على يعني صحه او المجتمعات العربيه كلها، بغض النظر عن حتى مجتمع تقدم شوية تطور راح، بس مجتمع المصري مجتمع قديم وبه قيم وحضارة قديمة. يعني ما يحدث في المجتمع المصري هو بيعكس ما يحدث في عالمنا العربي. طبعا. حتى وإن كان بدأ في لحظات ضعف لدينا ضعف يعني. صحيح. في مجالات ما. بالتأكيد يعني. واعتقد انه ايضا انا اسئلتي عن المجتمع المصري حتى وانا في يعني في غربه هنا او هنا تظل يعني انا مشغول بيها ومحتاج اجيب عليها بشكل ما، او على الاقل يعني استجيب ليها. ايه اهم اسئله الهويه اللي بتشغلك؟ يعني احنا طبعا سؤال الهويه اللي بيشغلني في مصر هو الحقيقه يعني فكره التشويش اللي حصل للشخصيه المصريه على هويتها، بمعنى انه يعني حتى يمكن رغم انه مثلا احنا مصر كانت تحت سيطره الخلافه العثمانيه لفتره، لكن كان في فكره التنوع دي فكره موجوده طول الوقت، والتراث وانه المصريين عارفين انه هم يعني قدماء مصريين واقباط ومسلمين ويهود لاحقا، يعني في بدايه القرن كان في جاليه من اليهود وكذا، وكانت مصر معروفه بهذا التنوع طول عمرها. الشخصيه المصريه كان عندها هذا التنوع. فكره التسامح. طبعا فكره التسامح، وفكره انه الجيران من الطوائف المختلفه هم مصريين واهل، يعني ده كان مساله شائعه وكلنا طلعنا عليها وتربينا عليها وحاجات زي البديهيات. وبعدين فجأة تكتشفي انه في يعني ناس في المجتمع يعني عاوزة تتنصل من الهوية دي وتقول تاخد هوية واحدة، يعني فرع واحد من هوية المعقدة المركبة، طبقة المصرية. واحدة من طبقات الهوية المصرية. بالظبط. ده بالنسبة لي شيء يعني بالإضافة انه خطر طبعا، لكنه مستفز كمان، يعني غير مفهوم. غير مفهوم لانه لا يعني لا يتماشى مع فعلا طبيعة الشخصية المصرية. يعني وكنا بنشوف ده في يعني في الريف والمدينه وكذا، دي كانت مسائل بديهيه في كل حته، مش مرتبطه حتى في روايتك بطبع. قارئه القطار الشخصيه الرئيسيه بتفقد ذاكرتها. صحيح.
وتصبح صفحة بيضاء. أيوه. فقد الذاكرة هنا والبحث عن هوية الفرد، هل يعني يواجهك سؤال هوية الفرد أم إن ده بحث أيضا في الهوية، هوية المجموعة، هوية الهوية الجمعية بالنسبة للمصريين والعرب؟ طبعا هو ليها شقين، ليها شق فردي اللي هو فكرة علاقة الذاكرة بالهوية الفردية للإنسان. نعم. هو ممكن فعلا الشخص فعلا لو فقد ذاكرته فقد تقريبا حياته، يعني فقد معنى حياته وفقد وجوده حاجة. وبالنسبة لي برضو مسألة ملغزة يعني فكرة فقدان الذاكرة، لكن على وهي في نفس الوقت على المستوى الجامعي ليه علاقة بقى هنا بالهوية، انه ازاي انه لو مجتمع فقد ذاكرته يفقد هويته. وطبعا انا بعد مثلا الاحداث اللي حصلت عندنا ووصول الفصيل الاخوان للحكم، وان يعني كان السؤال بقى طاغي، ولانه كان دليل يعني كانه بالنسبه لي كان دليل على انه ده فعلا في قاعده كبيره فقدت البوصله، وبالتالي كان لابد من يعني احنا هنا لما يحصل تشوش في الهويه لازم السؤال الرئيسي يكون من نحن. يعني ونسال ايه هي مكونات الهويه؟ الهويه بالظبط. الاغتراب كمكون يعني اساسي لديك من خلال تجربتك الشخصيه، الاغتراب ايضا موجود في كتاباتك يعني ملمح مهيمن على هذه الكتابات. هل الاغتراب الروحي والفكري يمكن مواجهته من خلال الكتابه الادبيه والتعبير عنها وتجاوزها؟ انا اعتقد بسبب النشاه المبكره في مثلا في عمان وايضا في الامارات شويه، وبعدين اشتغلت في عمان وخدت سنه عمل ده كده كوزمو قرب. فانا يعني ما عنديش احساس بالغربه، انا اي مكان بسافر ليه بدور على مقهى اشوف ان انا هعرف اقعد اكتب فيه يعني مرتاح، خلاص انا في مكاني. وما عنديش برضو احساس بالاغتراب مع الاشخاص او كذا، يعني انا يعني ما عنديش فكره الغربه اللي هي قاسيه عند المصريين وكذا، يعني بقدر اتكيف في تأقلم وتوائم. تأقلم وتوائم، ويعني والإحساس بمصريتي يعني موجود بوفرة يعني طول الوقت، يعني عندي المزيج ده، فما عنديش الأزمة دي. عشان كده كمان يمكن أنا يعني بحس إن أنا مثلا لو أنا مشغول بقضايا ليها علاقة بمصر طول الوقت بشتغل كأني موجود في مصر وعايش في مصر. يعني. إذا قلنا إنه إلى جانب الأفكار الكبيرة على التنوير والهوية، كمان عندك جرأة فيما يخص تناول موضوعات زي الحب مثلا والكتابة الإيروتيكية وفي ظل مجتمع يعني الآن يسير نحو المحافظة أكثر مما كان فيما مضى. التجربة دي التجربة اللي كانت موجودة في روايتك ابتسامات القديسين، وكانت موجودة أيضا في يعني جنية في قارورة وشمات الحسن. شمات الحسن. الحب في الكتابات الأدبية، في كتاباتك الأدبية إلى أي مدى بتتكئ على هذه الفكرة، فكرة الحب وما يعطيه الحب وما يمنحه للإنسان من راحة ومن حتى ممكن تغيير للأفكار نفسها؟ هو طبعا بعض التجارب كانت برضو يعني تختبر مثلا يعني علاقة حب يعني علاقات حب صعبة شوية بين طائفتين مختلفتين، بين مسيحية ومسلم أو العكس. يعني كمان علاقات الحب فيها سؤال الهوية. بالظبط. يعني أنا بشوف إنه علاقات الحب ممكن تبقى يعني إيه مختبر أكثر يعني قوة في فحص فهم فكرة الحب وفهم فكرة الهوية. لكن أنا كمان كنت بشوف إنه طبعا يعني إنه أي مجتمع لا يمكن أن ينصلح أحواله إلا إذا كانت أوضاع المرأة في أفضل أحوالها، وعلاقات الحب هي يعني برضو مختبر، لأنه أنت إذا ما يعني إذا البنات بتخاف من نفسها ومن جسمها ومن يعني إذا يعني إنه كنت شايف إنه حرية المرأة في إحساسها بنفسها وفي التعبير عن عواطفها وكده جزء من يعني احساس المجتمع كله بالصحه يعني بالصحه النفسيه لو جاز التعبير. لكن كمان ايضا جزء فني ليه علاقه بفكره انه ان احنا يعني ما عندناش جرأه كبيره في تناول العلاقات وكذا، وكنت شايف انه ده دور اساسي. طبعا الواحد احيانا يعني احنا الايام التسعينات كنا فاكرين ان احنا بنعمل فتح عظيم،
وبعدين النهارده بلاقي ان انا بكرر نفس الاسئله، يعني مش انا، يعني اخرين بيكرروا اسئله اتقالت من 30 سنه كان احنا لسه بنبدا. بس هو لا مفر، يعني لابد ان نستمر. يعني يبدو وكأن هناك في مجموعة من الأسئلة هي أسئلة يعني في كل فترة زمنية موجودة، يعني وكل كاتب بيعبر عنها من خلال لحظته هو. أجل عملك المهم أبناء الجبلاوي، الرواية دي وتقاطعها مع عالم نجيب محفوظ واستلهامك لشخوص نجيب محفوظ يكونوا موجودين في الأماكن ومتفاعلين مع الناس، الفكرة دي جات لك إزاي؟ و يعني الهدف منها كان ايه؟ والله برضو هو خلي بالك انه يعني الكتابة احيانا بتفاجئنا، يعني انا كنت كان عندي نص عن الخطاط اللي هو يعني ليس له اب ولا يعني ما يعرفش اهله، ما يعرفش والدي، دي كانت القصة ببساطة، وفكرة الرواية البحث عن الاب. هنا الشخص المنبت الجذور، يعني اللي ما عندوش اي صله وكانه ياتي للعالم يعني بنقاء، يعني فاللي هو غير محمل بكل الافكار والمواريث القديمه. بالظبط. دي كانت الروايه، لكن ضاع مني المخطوط للاسف، يعني قطعت فيه شوط وبعدين فجاه ضاع. وطبعا يعني حسيت بقهر شديد في الوقت ده، بس انا قلت يعني ايه هيجي، يعني عايز اكتبه، عايز كتابته. لما الفتره اللي كنت بعيد الكتابه ظهرت لي فجاه فكره اختفاء كتب نجيب محفوظ من العالم ككتيبه، ممكن بقت كمان تديني فرصه للحاجات اللي انا بحبها، اللي هي يعني الروايه داخل الروايه والكتابه داخل الكتابه، روايه كتابه عن الروايه، كتابه الروايه عن الروايه، عن الرواية. وبعدين اتطورت معايا فكره انه كمان شخصيات نجيب محفوظ تبتدي تظهر للبحث عن كتب نجيب محفوظ، يعني البحث عن نفسها، الاعمال اللي هي نفسها كانت موجوده بالزبط. فيها، الى جانب الاعمال يعني الروائيه والافكار العظيمه الكبيره، عندك كتابات للناشئه وللمراهقين. ازاي تقدر ان انت من افكار كبيره عن الهويه والتنوير، ازاي تقدر تقدمها في صيغه تناسب النشأ؟ طبعا انا بدات اعمل ده لما بنتي الكبيره وصلت سن القراءه 12 سنه، مكتب بيقروا بلغات تانية ما بيعرفوش عربي وكارثه، فقلت يعني خلينا نجرب. وطبعا واضح انه قدرت طبعا بعد تدريب، وكنت بختبرهم فاهمين مش فاهمين مستوى اللغه، اني احاول برضو افكر انه مثلا قضايا زي موضوع المعرفه، ان عملت روايه اسمها مصاص الحبر عن كائنات وهميه تمتص الاحبار، لان شايفه المجتمع البشري مش مستفيد من المعرفه فناخدها احنا، وكانوا عاملين عالم يعني متطور، وعملت مغامرتين كده. بس هو سن صعب، وطبعا مطلع جدا، فاحنا محتاجين برضو واحنا الحقيقه ككتاب لهذا المجال ما زلنا نحبه، يعني عشان يعني لو حبينا فعلا نقارن لسه قدامنا شويه، فمحتاجين نفهم الأجيال دي أكتر، ومحتاجين يعني نستمر في ده بقدر الإمكان. هل ترى أن في فجوة ما بين الكتابات النقدية الرصينة للأعمال الأدبية وما بين ما نشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي، على فيسبوك من صفحات وجروب القراء؟ يعني هناك كتابات رصينة للنقاد حتى وإن كانت قليلة، لكن هناك اتجاه لتقديم الحكاية الحدوتة في المراجعات التي يتم تقديمها على جروبات القراء. بالظبط. يعني ايه رأيك في ازاي بتشوف هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على الكاتب؟ شوفي، احنا عندنا كذا ظاهرة ظهرت مع بعض، يعني بالإضافة لموضوع المراجعات اللي هي يعني كده مجاملاتية، ومش بس مجاملاتية، لا ده هي في بتحكي حكاية وكأنه الرواية هي حدوتة. حدوتة بالظبط. ومثلا ساهم في يعني مزيد من افساد الذوق بهذه الطريقه الجود ريدز، وفي ناس بتستخدمها كسلاح، يعني ايه؟ انه مثلا عارف انه الكاتب هو مثلا عنده حس كده محافظ، ودلوقتي عارف ان الكاتب ده شويه منفتح، طق نجمه، اللي هي كانها طريقه يعني بالعقاب. بالعقاب. ففي ظواهر للاسف الشديد السوشيال ميديا يعني سلبية، هي يعني أدت إلى الإفراط منها، لكن بشوف برضو في نفس الوقت الحقيقة في مجموعة من المؤثرين اللي هم شوية أكثر وعيا، يعني عندهم فعلا هم قراء بجد. في ناس بتدخل المجال ده برضو للأسف ما لهمش علاقة بالقراءة، بس بيعرضوا كتب ومش عارف إيه، وقصة ليها، يعني هو نوع من البزنس، لكن
بعضهم او دلوقتي في عدد لافت جيدين يعني فعلا يفيدوا القراء. فطبعا لا تزال ايضا في حركه نقديه ولو خجوله للاعمال الجاده والجيده. اعتقد انه القارئ كمان الجاد بيدور على النوع ده من القراءات. يعني نحن نثق بانه الكتابات القيمه والكتابات الجيده هي الكتابات التي تبقى، وان العمله الجيده تطرد دائما العمله الرديئه. يعني في نهايه هذا الحوار اللي تناولنا فيه التنوير، الهويه، الحب، وحتى الكتابه للناشئه، واطلاله سريعه على تجربتك الابداعيه، في نهايه الحوار استاذ ابراهيم فرغلي الكاتب الكبير بشكرك وعلى وجودك معنا في برنامج اطياف. انا بشكرك جدا والله، لقاء ممتع جدا واستمتعت، شكر جدا، شكرا جزيلا. في نهاية اللقاء نشكر الكاتب الكبير إبراهيم فرغلي، ونشكركم مشاهدينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.